بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أبنائي وبناتي طلاب وطالبات مدرسة القرآن الكريم بجامع حي المعرفة، أجدد الترحيب بكم في اليوم الثاني من أيام الملتقى الصيفي ومع درس جديد من دروس علم التجويد. تحدثنا بالأمس يا أحباب عن من يجيب عن مقدمة باب المدود، أحسنت، وقلنا بأن تعريف المد هو في اللغة، نعم، هو الزيادة، وفي الاصطلاح هو إطالة الصوت بصوت بحرف من حروف المد أو اللين عند وجود السبب، أحسنتم. ثم ذكرنا يا أحباب حروف المد وقلنا بأنها هي، من يعرف؟ نعم، الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، هذه هي حروف المد. وقلنا بأنه لابد للطالب أن يذكرها بشروطها. ثم ذكرنا حرف اللين، من يذكر؟ نعم، أحسنت، هي الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما. ثم تحدثنا عن أنواع المدود وقلنا بأن هناك من المد ما يمد حركتين، ومنها ما يمد كم؟ أكثر من حركتين، أحسنتم. المدود التي تمد حركتين قلنا المد الطبيعي، مد البدل، ومد العوض، ومد الصلة. أما المدود التي تمد أكثر من حركتين فهي المد اللازم والواجب والجائز، ومد اللين، ومد الصلة الكبرى، أحسنتم يا شباب. ذكرنا أيضا معنى الحركة، كيف نعرف إن هذه حركة؟ أحسنتم، قلنا بأن الحركة تساوي زمن النطق بالحرف المتحرك سواء بالفتح أو الضم أو الكسر. فلما نقول حركتين معناها قاف وقاف، باء وباء، باء قاء، زمن النطق بحرفين متحركين يساوي حركتين، أحسنتم يا شباب، جزاكم الله خيرا. اليوم بمشيئة الله عز وجل نتحدث عن أول نوع من أنواع المد، وهو المد الطبيعي. وهذا المد يا أحباب هو يسموه أبو المدود وأصل المدود وأول المدود. أبو المدود لأنه لا يوجد مد إلا إذا كان المد الطبيعي موجود، يعني أي مد فرعي بعد كده تمده لابد من وجود المد الطبيعي. ليه؟ لأنه بمجرد وجود حرف المد بيكون موجود الإيه؟ المد الطبيعي. قالوا في تعريفه هو الذي، شوف معي على الصبورة، هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به. يعني يا شباب هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به؟ لو ذكرنا كلمة قال كما ترون معي على الصبورة، قال هذه لو احنا شلنا منها حرف الألف اللي هو حرف المد، ألف ساكنة وما قبلها مفتوح، أو لم نأتي به كاملا، بمعنى قلنا قال يقول قيل، هل جاءت الكلمة بالطريقة الصحيحة؟ لم تأتي الكلمة بالطريقة الصحيحة، فلذلك يقول إيه؟ هو الذي لا تقوم ذات الحرف، أصل الحرف ما يستوي إلا لما تأتي بالمد الطبيعي. قال يقول قيل، هذا حرف الواو وهذا حرف الألف وهذا حرف الياء، بمعنى أنه نبقي الحروف المدية على طبيعتها بدون نقص أو زيادة، لا تزيد فيها ولا تنقصها، تثبتها وفقط، هذا هو المد الطبيعي. شوف، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الرحمن، هذا الألف الصغيرة هذه ساكنة وما قبلها مفتوح، فهذا فيه مد طبيعي. مالك، هذه الألف ساكنة وما قبلها مفتوح. الذي، هنا حرف المد ماذا؟ هو الياء، أحسنتم، الياء ساكنة وما قبلها مكسور. كلمة فيه، كيف تنطق فيه بدون مد طبيعي؟ فيه، هتقول فيه فيه، ما يستوي، ما تكون الكلمة مضبوطة. فيه، إذن المد الطبيعي هو الذي لا تكون ذات الحرف إلا به. أسماؤه، قالوا في أسمائه كلام كثير، يعني تسمع عن المد الطبيعي كل ما تقرأ في كتاب تجويد ربما تجد اسمه مختلف. من أسمائه مد طبيعي كما ترون، ليش سمي بالمد الطبيعي يا شباب؟ من يعرف؟
أحسنت يا بطل، سمي بالمد الطبيعي لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيده ولا ينقصه. صاحب الايه؟ صاحب الطبيعة السليمة اللي هو تربى في مكان سليم، ما عنده شيء في المخارج، ما عنده شيء في الحروف، ينطق المد الطبيعي سليم تماما، ما يحتاج إلى تعليم ولا يحتاج إلى شيء. سموه مد أصلي لأنه هو أصل المدود، وسموه مد ذاتي لأنه لا تقوم ذات الحرف إلا به. مقداره كم يمد المد الطبيعي؟ هل الإنسان يمد مد طويل؟ تجد بعض القراء المبتدئين يمد مد طويل، آمنوا وعملوا، ويزيد آمنوا وعملوا، هذا خطأ. إنما هو بمقدار حركتين وجوبا لجميع القراء. طبعا احنا عارفين ان القراءات القرآنية كثيرة، كل قراء القرآن الكريم وكل القراءات عندها المد الطبيعي كم حركة يا شباب؟ حركتين فقط، لا يمد اكثر. القارئ الذي يقرأ القرآن بالطريقة الصحيحة لا يزيده ولا ينقصه عن حركتين. طيب هنا انواع المد الطبيعي. هو المد الطبيعي ليه انواع يا شباب؟ من يعرف؟ نعم، المد الطبيعي له نوعين، اما ان ياتي في كلمه كما تقدمت الامثله، قال، يقول، قيل، الرحمن، مالك، هذه كلها كلمات فيها مد طبيعي، واما ان ياتي في حرف، مد طبيعي في حرف. وهذا كما ترون معنا على السبوره مجموعه في حي طهر، هذه الكلمات وين تأتي هذه الأحرف؟ نعم أحسنتم، تأتي في بداية الصور التي بدأت بالحروف المقطعة، حي طهر. حي هذه الكلمات التي جاء هجاؤها على حرفين، حاء يا طا ها را، لما تتهجها تجيبها على إيه؟ على حرفين، حاء وألف، يا وألف، طا وألف، هاء وألف، وراء وألف، هذه هجاءها على كم حرف؟ حرفين، تمد مقدار حركتين مد طبيعي. ألف سكنة وما قبلها مفتوح، ألف سكنة وما قبلها مفتوح كما ترون، وألف سكنة وما قبلها مفتوح، تمد بمقدار حركتين. طبعا عندنا في الحروف المقطعة ما يمد حركتين وما يمد أكثر من ذلك، إن شاء الله نتعرض لها في حصة خاصة إن شاء الله، لكن هذا مما يأتي فيه المد الإيه؟ الطبيعي، الحروف المقطعة، المقطعة التي جاءت في أوائل الصور القرآنية والتي هجاؤها على حرفين اثنين فقط. طيب يا شباب، دايما تروحوا في كتب التجويد وتجدوا يقول لك مد التمكين، مد التمكين. ايه هو مد التمكين؟ وهل في مد تمكين؟ والحصة اللي فاتت لما احنا ذكرنا انواع المدود لم نذكر مد التمكين من انواع الكم. كم قلنا شباب؟ 10 ولا 9 ولا 11؟ احسنتم، 9 انواع من المدود لم نذكر فيها مد التمكين. قالوا مد التمكين هذا صورة من ايش؟ من صور المد الطبيعي، صورة من صور المد الطبيعي. طيب ليش جبناه يا شباب؟ ليش جابوه في بعض الكتب عنوان لوحده وجابوه في الكتاب وكأنه يعني مد من أنواع المدود؟ أتوا بهذه الصورة يا شباب ووضحوها وسموها مد تمكين لوحدها في مد، خوفا من الخطأ، لأنه يتوقع من القارئ المبتدئ ان هو ما يحدد ان هنا مد طبيعي، فيقوم ايه؟ مثل ما تكون انت متخوف من شيء فيجي لك تنبيه، احذر، احذر هنا كذا، احذر هنا كذا، مع انه هو امر طبيعي، بس انت ربما لا تنتبه عليه. فهنا قال له حالتان، الحالة الأولى عندما تأتي ياء مشددة مكسورة، ياء مشددة منها مكسورة، وبعدها ياء ساكنة. الحرف المشدد كم حرف يا شباب؟ أحسنتم، حرفين، حرف الأول ساكن والثاني، والثاني متحرك، ثم يأتي بعدها ياء ساكنة، يبقى اجتمع كم ياء؟ 3 ياءات في كلمة واحدة. فهنا يتوقع من القارئ أن يترك المد الطبيعي. ليه؟ لأنه اجتمع عنده 3 ياءات ممكن ما ينطقهم صحيح. النبيين 3 ياءات، هذه الياء المشددة كما ترون معي على السبورة، هذه ياءين، ثم ياء أيضا ساكنة، الياء الأولى ساكنة والثانية مكسورة والثالثة ساكنة.
ياء ساكنة وما قبلها مكسور. ياء مادية مد ولا ليست مادية؟ مادية، أحسنتم. كذلك في كلمة النبيين ثلاث ياءات، الياء الثالثة ياء ساكنة وما قبلها مكسور، فهنا بينبه عليك ويقول لك مكن لهذه الياء ومدها المد الطبيعي ولا تتركه. النبيين حييتم، حي أشد على الياء وبعدين حي هكذا، حييتم النبيين هكذا. الحالة الثانية من حالات المد التمكين اللي هو صورة من صور المد الطبيعي، قالوا عندما تأتي ياء مدية ساكنة وبعدها ياء متحركة الذي يوعدون. انتبهوا يا شباب، احنا عندنا ان شاء الله هندرس في احكام التجويد ما يسمى بايه، بالمتماثلين والمتقاربين والمتجانسين. المتماثلين اللي هو مثلا باء زائد باء، تاء جنبها تاء، لو جت التاء الاولى ساكنه والتاء الثانيه متحركه تضغم التاء الاولى فين؟ في التاء الثانيه، والباء الاولى في الباء الثانيه. فانا هنا عندي اجتمع ياءين، الياء الاولى منها ساكنه، احسنتم، تبو الثانيه متحركه. القاعدة المعروفة والمشهورة ان عند حرفين الاول ساكن والثاني متحرك وهما حرفان متماثلان، اعمل فيهم ايه؟ اضغم الاول في الثاني، فيجي لك يقول لك حاسب احذر. ليش؟ لان انت لو ضغمت هذا في هذا حتضيع المد، اذا هنا لا يجوز الاضغام ولا بد من اظهار الياء الاولى وتاتي مادية. الذي يوعدون، الذي يوسوس، الذي يوسوس. ايضا مثال في كلمه او واو ماديه، يبقى ياء ماديه وبعدها ياء متحركه، واو ماديه ساكنه وبعدها واو متحركه. اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا. هل نضغم الواو في الواو؟ لا تضغم الواو في الواو، لان الواو الاولى مالها يا شباب؟ الواو الاولى ماديه فلا تضغم. يبقى كل متماثلين صغير، يعني الاول ساكن والثاني متحرك، نضغم الاول فين؟ في الثاني، الا اذا كان الاول منهما حرف مد فلا اضغام ويجب ان تاتي بالمد الطبيعي. اخر شيء يا شباب بنختم به، يعني هذا شيء مهم جدا وسؤال مهم جدا، والقراء القارئ المبتدئ دايما يقع فيه، كيف نميز المد الطبيعي عن غيره من المدود؟ كيف نميز المد الطبيعي؟ كيف تعرف يا طالب المد الطبيعي؟ سامحوني امسح بعض الاشياء من على السبوره. كيف اعرف انا المد الطبيعي عن غيره من جميع انواع المدود؟ شوفوا يا شباب، اميز بين المد الطبيعي وغيره بشيء ياتي قبله وبعده. المد الطبيعي لا يأتي قبله، وهنا لا يأتي بعده. ايش لا يأتي قبله ولا يأتي بعده؟ لا يأتي قبل المد الطبيعي همز ولا سكون، لا يأتي بعد المد، لا يأتي قبل المد الطبيعي همزة أبدا، لا تجد قبل المد الطبيعي همزة ولا حرف ساكن. أيضا لا يأتي بعده همز ولا سكون ولا شدة. اعرف دول تعرف المد الطبيعي في أي مكان. المد الطبيعي لا يأتي قبله همزة ولا سكون، وبعده لا يأتي همزة ولا سكون ولا شدة. طب ممكن يأتي قبله شدة؟ نعم قد يأتي قبله شدة، مثلا كلمة الناس. الناس هنا ايش؟ النون مشددة ومفتوحة والألف ساكنة، ألف ساكنة وقبلها مفتوح، إذا فيها مد طبيعي، مد طبيعي في حالة الوصل، مد طبيعي. طيب كلمة أخرى، هل ممكن يأتي قبل المد حرف مشدد؟ نعم كلمة الله. الله هنا جاء ايش؟ جاء كلمة الله قبل
الشدة جاءت قبل المد الطبيعي، فهنا عادي تأتي الشدة قبل المد الطبيعي، لكن الشدة لا تأتي بعد المد الطبيعي. أيضا كلمة الضالين، هذه اللام منها مشددة مقصورة، فهنا مد طبيعي، لا يوجد هنا مد طبيعي. إذن يا شباب اليوم درسنا المد الطبيعي، عرفنا تعريف المد الطبيعي، وعرفنا أسماء المد الطبيعي، وكم يمد المد الطبيعي بمقدار حركتين، وعرفنا أنواعه، وعرفنا صوره، وعرفنا كيف نميز. الحصة الجاية إن شاء الله بسألكم في الدرس، بأراجع معكم الدرس كامل، عليكم أن تلخصوا الدرس وأن تهتموا يا شباب، لأن هذا العلم خاصة من أعظم العلوم، لأنه يتعلق بكتاب الله عز وجل. تشوف يكون معك التجويد في الحياة طول الحياة، وانت طالب، وبعد ما تكون طالب، وانت شيخ كبير، وانت دكتور، وانت أستاذ، وانت تروح هنا وتسافر هناك، وانت معك علم التجويد، لأنك تقرأ به كلام الله تبارك وتعالى. أحسنتم يا شباب، أشكر لكم تعاونكم، أشكر لكم انتباهكم في الحصة، بارك الله فيكم، ألقاكم على خير، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.